صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. و يا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم مستمعينا الاعزاء. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. معنا الان البروفيسور عبد الله اركيب الشمري، المشرف العام على كليات الرياض لطب الاسنان والصيدله. صباح الخير بروفيسور عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم. صباح الخير لكم ولمستمعيكم الكرام. اهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم بروفيسور عبد الله تخريج دفعه من طلاب الكليات في العديد من التخصصات، بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان وأيضا الصيدلة، المختبرات الطبية، صحة الفم. يعني نبارك لكم حقيقة يعني هذه الكوكبة من الخريجين بداية، وتحدثنا يعني عن التجهيزات لحفل التخرج. طبعا حفل تخريج الدفعات الرابعة لهذه الليلة هم من أطباء الأسنان والصيادلة، ويوم الثلاثاء بعد غد سوف يكون تخريج دفعات أيضا الرابعة والخامسة لطبيبات أسنان صيادلة ومختبرات طبية وصحة فم. حفلنا الليلة سوف يكون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض. وهذا الحفل حقيقة تعمل الكليات في نهاية العام الدراسي في سبيل إضفاء البهجة والاحتفال بكوكبة من خريجين الكليات. مع العلم أن كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة تعتبر أول كليات صحية أهلية مرخصة من وزارة التعليم العالي، حيث بدأت عام 1424 هجري 2004 ميلادي، ولذلك سوق العمل بأمس الحاجة لمؤهلين على قدر عالي من التأهيل وكذلك العلم. برامج طب الأسنان تأخذ مدة 7 سنوات من التأهيل، بينما برامج الصيدلة تأخذ 5 سنوات ونصف، وكذلك المختبرات الطبية وبقية التخصصات. وتحرص الكلية حقيقة على تهيئة الطلبة بحيث يلتحقوا بأسواق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتحظى الكلية حقيقة بإقبال على خريجيها في مختلف القطاعات الصحية، حيث كانت الدفعات الأولى والثانية ذهبت مباشرة إلى عدة قطاعات حكومية وقطاعات خاصة، وبعضهم ابتعثوا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للأطباء، وهم الآن ملتحقين في جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا. جميل. كم عددهم بروفيسور عبد الله بسمعك؟ حتى الآن الدفعة الأولى كانت 28 طبيب و26 طبيبة، وكذلك بالنسبة للصيادلة كانوا 13 صيدلي وصيدلانية. ودفعة التخريج لهذا اليوم سوف يكون مجموعها بحدود 127 خريج وخريجة ما بين كليات الصيدلة وطب الأسنان. ما زالت الكليات تحتفظ في مستويات عالية من الجودة في الأعداد وأيضا في التأهيل، لأن الكليات يتبعها 3 مستشفيات جامعية موجودة على طريق الملك فهد أمام مبنى جوازات الرياض، وكذلك في طريق العليا وعلى طريق الدمام، بالإضافة إلى أن الكلية طبعا تطبق معايير الجودة للهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي والتقويم. واستطاعت الكلية ولله الحمد أن تكمل متطلبات مراحل البرامج الاعتماد التأسيسي وكذلك إقرار البرامج، وتعتبر أيضا من الكليات اللي ملتزمة حقيقة في تطبيق معايير التدريب سواء السريري في داخل المستشفيات أو بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الأخرى، لأن حريصين حقيقة على الجودة، كذلك على أن تسير الكليات بخط ثابت عنوانه التحديث في العلم واستخدام التعليم الرقمي، وكذلك إعطاء المستجدات لخريجيها والابتعاد عن الأمور البيروقراطية وبعض الأمور التقليدية في التعليم. نعم بروفيسور عبد الله، قلت أنه بالبداية أنه يعني الناتج المخرج اللي عندكم الآن عدد الخريجين أنه لسد احتياجات العمل. أنا أتوقع وحسب يمكن ما نشوف في المجتمع أنه لا زال في تكدس أصلا حتى في الطب وفي الصيدلة، فهل المخرجات فعلا ممكن يكون لها تعاون مع القطاع الخاص باعتبار أنه أنتوا أول مؤسسة أهلية في تعليم الطب مثلا؟ طبعا وتصحيح أختي الكريمة لتكدس في الأطباء والصيدلة هذا كلام غير دقيق، لأنه الدراسة التي قامت بها وزارة التعليم العالي في مشروع آفاق دراسة احتياجات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية
لمدة 25 عام قادم، وضحت الإحصائيات الدقيقة أن نسبة السعودة في مجالات طب الأسنان والصيدلة في القطاع الحكومي لا تتجاوز 15%. أما القطاع الخاص السعودي في طب الأسنان لا تتجاوز السعودة فيه 4%، والصيادلة كذلك لا تتجاوز النسبة 7%. ومن المستحيل رؤية صيدلي أو صيدلانية سعودية في إحدى الصيدليات الكبرى في العاصمة مدينة الرياض. ولكن ما يحسب للمملكة في طاقة العمل هي المملكة على اتساعها. أما إذا كنا ننظر إلى وظائف محددة في مدينتي الرياض أو جدة أو الخبر، طبعا هذه جزء من المملكة العربية السعودية. صحيح. وما زال سوق العمل يستوعب. نعم. والدليل على ذلك عند زيارتك الآن لمراكز طبية في القطاع الخاص على سبيل المثال، نادر ما تجد نسبة من السعودة من أطباء الأسنان أو من الصيادلة أو الصيدلانيات السعوديات. نعم. ولكن الغالبية وهي نسبة أكثر من 90% هم من جنسيات أخرى غير سعودية. لذلك سوق العمل يحتاج المؤهل الحريص والذي يرغب بالالتحاق في قطاعات العمل الحكومي في أي موقع بالمملكة. نعم، عشان كذا أنا بروفيسور عبد الله يمكن قلت لك إنه هل في تعاون بينكم وبين القطاع الخاص؟ لأنه يعني التكدس المفروض إنه أو المعروف إنه الدكتور لما يتخرج أو الدكتور أو الصيدلاني على طول يتجه للمنشآت الحكومية أو المستشفيات الحكومية. حضرتك كلامك صحيح 100% أصلاً في وعدم وجود القطاع الخاص أو المنشآت الخاصة الصحية حقيقة بتوظيف السعوديين. سؤالي أرجع كرره أنه هل في تواصل بينكم وبين هذا القطاع الصحي الأهلي بالتوظيف ولا لا؟ طبعا التواصل متواجد ومتوافر. وحنا حقيقة نؤهل خريجينا بحيث أن يقوموا بمشاريعهم الخاصة، ولا نخفي أن كل تعليماتنا أثناء فترة المراحل الأكاديمية أن يخرجوا لسوق العمل بالقطاع الأهلي، ونشجعهم على ذلك لما في ذلك حقيقة من فرص ذهبية. صحيح. ومجزية بالنسبة للخريجين من السعوديين. صحيح. ولكن ما زال القطاع الحكومي خاصة في الثلاثة سنوات الماضية شهد ثورة كبيرة في الحاجة إلى أعداد كبيرة. صحيح. يعني عندما بدأت كلياتنا في 1424 كان هناك ثلاثة كليات حكومية لطب الأسنان ولا توجد أي كلية خاصة. الآن يوجد 18 كلية حكومية لطب الأسنان. نعم. وكانت كلية واحدة للصيدلة، والآن أيضا 17 كلية للصيدلة. جميل. غير الكليات الأهلية، كل هذا العدد بالإضافة للمستشفيات والمراكز الطبية يحتاج سوق العمل الحكومي كما هو الخاص إلى أعداد كبيرة.